يلعب التمريره حلوه لكن ولا عايز يعمل الباص لكن فين مقطوعه من سعيد السبوري. سعيد السبوري بيلعب بهدوء يعني يحسد عليه وممكن يكلفه كتير. كريم بامبو يستلم ناحيه شمال، كريم بامبو بوش رجله الخارجي تتلعب حلو قوي عند محمود قعود، يقف على كورته قعود 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 لسه مع الكوره، تمريره لقعود وبامبو يخطف هدف اول في اللقاء. كريم بامبو تجيله هديه، استغلال للاخطاء، سرحان من دفاع الزمالك، كريم بامبو يستغل الخطا ويركنها على يمين محمد عواد وهدف اول في اللقاء لصالح البنك الاهلي. كريم بامبو هو لقاء البدلاء زي ما توقعنا، لقاء البدلاء. محمود قعود يحاول المرور عايز يعمل التمريره لكريم بامبو تخبط في اشرف رؤى وتوصل للاثنين لكن كريم بامبو يخطفها من قدام قعود. بص قعود يقف على الكوره ويستلم مستريح قوي، يجي يعمل التمريره تخبط في محمد اشرف رؤى وتوصل سهله قدام قعود. هي على عدله قعود، بص حضراتكم اللي جاي هو قعود لكن كريم بامبو بكره خماسيه كده كانه بيلعب كره خماسيه يلعبها بوش رجله الخارجي على يمين محمد عواد وهدف اول في اللقاء لصالح البنك الاهلي. يتفوق من على الخطوط اليوناني. عند بالحاج يستنى الكره لكن تترد من احمد ياسر على مرتين، يلعب الكره الاماميه محمود قعود لكن الكره هل لسه جوه الملعب؟ الكره جوه الملعب، الكره خطر للبنك الاهلي، فرصه يخلص اللقاء محمود قعود ويخلصها هلال، يخلصها محمد هلال. محمود قعود البدلاء يحدثوا الفارق ولكن للبنك الاهلي مش بهدف لا بهدفين. محمود قعود ياخد كره ميته ومحمد هلال يامن ان قعود هيوصل للكوره يستناها عند نقطه البنالتي، وصل قبل مدافعين نادي الزمالك. بص هنا قعود وبص هلال، مدافعين الزمالك بيتفرجوا مش مصدقين ان قعود هيوصل لها، عشان كده قعود وصل للكوره وهلال استناها ويسجل الهدف الثاني للبنك الاهلي. آمن بزميله، آمن بقدراته، آمن انه هيوصل للكورة محمود قعود، واستنوا لعيبة الزمالك، استنوا الاوفسايد، استنوا الكورة تطلع بره، لكن الكورة ما تستناش، هلال ما يستناش، يسجل الهدف الثاني لصالح البنك الأهلي. 2-0 البنك الأهلي بنسبة كبيرة خلاص، لأن الكورة فيها كل حاجة. البنك الأهلي بيحجز مكانه فأول لقاء في دور الستاشر. يسلمها لمحمد فتحي، فتحي يعلب الكرة عند كريم بامبو، الاستلام يفرق، كريم بامبو هل تكون الثلاثية؟ هل تكون الثلاثية؟ كريم بامبو يلعب الكرة العرضية، ثلاثية، سهرة ثلاثية، يسجل أحمد ياسر الهدف الثالث. الهجمات المرتدة، الهجمات المرتدة وبالكربون الهدف الثاني المرة دي من محمد هلال، يروح ويعدي ويلعبها لأحمد ياسر. مباراة البدلاء بلا منازع، تتلعب الكرة عند كريم بامبو، هل فيها اوفسايد ولا لا؟ الاستلام يفرق كتير قوي، كريم بامبو يكمل من ناحية الشمال ويعمل اسيست رائع ولكن هدف ذاتي اعتقد عبد الله جمعة، اعتقد الهدف من عبد الله جمعة مش من أحمد ياسر. ممكن تبان من الكاميرا اللي ورا الجول، ممكن تبان من هنا، مين اللي سجلها؟ اعتقد عبد الله، اعتقد عبد الله جمعه هدف ذاتي من عرضيه كريم بامبو، العرضيه البرازيليه اللي اتلخبط لكن شارك فيها احمد ياسر، حاول ياخد الهدف لكن اعتقد اللمسه كانت من عبد الله جمعه، ده اللي باين قدامي في الصوره. لكن توقعنا مباراه الهدف الواحد.